تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا من شيخنا ومن سمع درسنا. هذا كتاب الترغيب والترهيب للشيخ الإمام الحافظ المنذري رحمه الله، باب الترهيب، الحلف بغير الله سيما بالأمانة، ومن قوله بريء من الإسلام أو كافر ونحو ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعنه أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق. وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليحلف فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف قال إني بريء من الإسلام من حلف قال إني بريء من لا سلام من الإسلام قال كان كاذبا، وهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فهو كما حلف إن قال هو يهودي فهو يهودي، وإن قال هو نصراني فهو نصراني، وإن قال هو بريء من الإسلام فهو بريء من الإسلام. ومن دعا دعاء الجاهلية فإنه من جثاء جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. انتهى الباب هذا، وصلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن هو باب. هذا باب في ترجمته الترهيب من الحلف بغير الله سيما، يعني خاصة من حلف بالأمانة، وأيضا حكم القول أنا بريء من الإسلام أو قال هو كافر وقال هو يهودي أو قال هو نصراني إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. وهذه من المناهي، تدخل في باب المناهي اللفظية، تدخل في باب المناهي اللفظية. ولذلك سر مبارك للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله رحمة واسعة. بعض الناس يقول: لو رجعت إلى الذنب الفلاني فهو كافر. يقول أهل العلم: هذا القول منكر، ولا يحل لمسلم أن يتلفظ به. ولذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية: وأما إذا التزم محرما، مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعلي إهانة المصحف، فهنا ليس له ذلك باتفاق العلماء. وهذا من حيث أنه ليس ملزما بالفعل، أنه هذا التزام بفعل محرم. أما الكفارة ففيها نزاع بين العلماء. طيب، عليه كفارة ولا مو عليه كفارة؟ قالوا هذا فيه نزاع بين العلماء. منهم من قال عليه أن يكفر، ومنهم من قال عليه أن لا ألا يكفر. طيب، إيش يترتب على هذا القول؟
يقول شيخ الإسلام بن تيمية: من قال لو فعل كذا بريء من الله، أو هو نصراني، قال لم يكفر بفعل المحلوف عليه بغضا له ونفورا عنه لا إرادة له. وضحت هذه الأمور، لكن يعتبر أنه والعياذ بالله قول شديد، وهذا معناه بعض يقول لك يا أخي لو فعل كذا هو يدي عن نفسه. هو طبعا يقول ذلك من باب هو يبغض اليهودية والنصرانية فلا يكفر بذلك، لكن لا شك أنه قول منكر والعياذ بالله. وفيه كما قلنا منهم من يقول في كفارة يمين ومنهم من يقول في كفارة يمين، لكن الأقرب أنه يلزمه فيه كفارة إيش؟ كفارة يمين. ولذلك ابن رشد يقول بالنسبة لمالك والشافعي يقول ليس عليه كفارة، وأبو حنيفة يقول هذه يمين وعليه الكفارة، والإمام أحمد يقول أيضا هذه يمين وعليه الكفارة. الشيخ ابن عثيمين يقول إذا قال رجل هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام أو شيوعي إن فعل كذا وكذا، فهل هذا حكم اليمين أو هو تقول فقط؟ فقال رحمه الله: ما قلنا به آنفا، ما قلنا به آنفا. وقال يلزمه كفارة يمين، وهو المشهور من المذهب، لكن عليه أن يبتعد عن مثل هذه الألفاظ والعياذ بالله. نأتي إلى أمر آخر من الأمور التي هي حقيقة منتشرة جدا جدا على ألسنتنا يا أحبابي، هي مسألة الحال بالأمانة. حتى للأسف الشديد عياذا بالله ألفت أغاني، ولذلك أنا قلت لكم سابقا يعني الأغاني نصفها كفر ونصفها شرك وفسق وفجور. يعني تلقى في أغاني يقول لك أمانة عليك يا ليل طول، أمانة عليك يا ليل طول، سبحان الله، إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. فلا شك يا أخواني أن الحلب بالأمان، أن الحلب بالأمانة عياذا بالله يدخل في باب الشرك، نسأل الله السلامة والعافية، ويدخل في باب الشرك الأصغر، وهو من أكبر الكبائر. ودليله مر معنا: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقال: من حلف بالأمانة فليس منا. وقلنا إن من ضوابط الكبير هو قول ليس منا، أو قول والله لا يؤمن، أو توعد بنار في آخرة، أو بحد في الدنيا، أو بلعن وغضب. كل ضوابط كبيرة نقلها أهل العلم، وهذا أمر جدا منتشر عند كثير من الناس كبارا وصغارا، إلا ما رأى الله عز وجل. أمانة أمانة أمانة، تسلم على فلان، أمانة تقول لفلان، أمانة أبويا جاء، أمانة، وهكذا غير ذلك. هذا يا إخواني شرك أصغر. وبعض الناس يتاجر ويبيع، يأتي الإنسان يسأله: يا أخي إيش أفضل أنواع؟ يقول: يا أخي بالأمانة هذا هو الأفضل. هذا لا يجوز، كلمة بالأمانة هذا هو الأفضل هذا يعتبر أمين، وهذا لا يجوز أيها الكرام الفضلاء. لذلك تبع حفظكم الله ورعاكم لمثل هذه الأمور في ذمتي، يقول لك شرفي، زي زمان في الأفلام يقول لك أحلى من الشرف بيجي وشرفي. تعلم الناس وتبع على هذه الأفلام الفاجرة التي أفسدت عليهم أمورهم، وشرفي وذمتي وشرف أبويا، كل هذا من المنفضية ومن الشرك الأصغر يا أحبابي، الله يرضى عليكم. ولا يجوز أن على سبيل الفكاهة، ولا على سبيل الضحك، ولا على سبيل ندر، ما ينبغي أن يقال هذا أبدا أيها الأخوة الفضلاء. أما القسم يكون بالباء والواو والتاء، والله الله تالله. أما بالأمانة والأمانة وشي وشرفان، قل هذا أيها الكرام الفضلاء لا يجوز. وهذا الباب باب مهم جدا
يدخل في باب المناهي اللغوية، قوله لأهلنا وننشره بين. وإذا سمعنا أحدا من الناس سواء كان هذا من أبنائنا أو من جيراننا أو غير ذلك ممن نسمعه يقول ذلك، فلا بد أن نناصحهم ونقول له: يا ابني، يا زوجي، يا جاري، لا يجوز هذا. ولذلك انظر الحديث العجيب، قال: من حلف على يمين فهو كما حلف، إن قال هو يهودي فهو يهودي، وإن قال هو نصراني فهو نصراني، وإن قال هو بريء من الإسلام فهو بريء من الإسلام. ومن دعا دعاء الجاهلية فإنه من جثى جهنم. جثى يعني جمع جثوة بالضم، هو الشيء المجمع، يعني حيكون حطب جهنم. قال: وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى، وإن صام وصلى. ننتبه لمثل هذه الأشياء أيها الكرام الفضلاء. نسأل الله عز وجل لنا ولنا التوفيق والسداد والرشاد، وأن يميتنا على التوحيد، ويجعل آخر كلامنا في هذه الحياة الدنيا لا إله إلا الله. طمن، نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الدين، ويذكر نعمتك وحسن عبادتك، وقلبا سلما ولسانا صادقا. نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك علام الغيوب. اللهم ارحم أبانا وأمهاتنا وأصحاب حقوقنا، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف المريض المسلم وعف كل مبتلى المسلم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. تم كلام ربنا المحمود، وله مكارم والعلا والجود، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ألاح قمرين وأورق عود، وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا.